وللحديث أكثر عن المطالبات المتزايدة بتطبيق قانون الأحزاب قبل انتخابات مجالس المحافظات وموقف الأحزاب المتنفذة من تلك المطالبات، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفي والكاتب السياسي العراقي سعد دغمان. حياكم الله أستاذ سعد. حياك الله أخي العزيز، مرحبا. أهلا بك أستاذ سعد. مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات هناك كما تعلم مطالبات بتفعيل قانون تنظيم الأحزاب. بداية، ما سبب هذا الاهتمام بانتخابات مجالس المحافظات رغم السكوت السابق عن قرار حلها وتأجيل انعقادها أكثر من مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه المطالبات تتصاعد، يعني كلما اقترب موعد الانتخابات بسبب الخلافات السياسية طبعا فيما بين هذه الأحزاب العميلة المغرضة. مطالبة طبعا مثل ما تفضلت، يعني لماذا هذه المطالبات وهذا الضغط الحاصل على مجالس المحافظات اليوم؟ المحافظات بالنسبة للأحزاب طبعا البقرة الحلوب، هي تدر لهم أرباحا طائلة. يعني نذكر مثلا في البصرة هناك ميناء كبير، هناك استثمارات كبيرة، هناك البترول، هذه كلها يعني تحت سيطرة هذه الأحزاب تستفاد منها في تمويلها وفي تمويل ميليشياتها والسيطرة على القرار السياسي بشكل عام عبر هذه الأمور. تعطيل هذه الأمور طبعا تدفع لإبعاد الأحزاب الصغيرة أو الكتل الصغيرة عن المشهد السياسي بالعراق بشكل عام، والاستحواذ من قبل هذه الأحزاب والكتل الكبيرة التابعة أصلا لجهات خارجية وأبرزها إيران، مما يستمر السيطرة على موارد البلد ودعم إيران بشكل كامل، سواء الدعم المادي او الدعم السياسي، سيما وان ايران في يعني تتعرض لحصار مستمر منذ سنين ومواردها غير يعني مقيده، فلذلك لابد لها من دعم. ولاحظنا هذه السنين الماضيه تهريب البترول وتهريب المعدات كما حصل مع بيجي، بالإضافة إلى فتح السوق العراقية بشكل كامل تحت سيطرة هذه الميليشيات عبر المنافذ اللي تسيطر عليها. طيب. هذا يعطيهم استمرار في السيطرة على المحافظات والدفع باتجاه تعطيل هذه القوانين. نعم. طيب، الآن ما هي أهمية قانون الأحزاب حتى يطالب الآن بتفعيله قبل انتخابات مجالس المحافظات على الرغم من الثغرات الموجودة في هذا القانون؟ لماذا يعني يجري تعطيله أو حتى يجري المطالبة به رغم هذه الثغرات الموجودة به؟ يعني بالحقيقة هو الشارع مثل ما يقولون يعني يلجأ من النار إلى يعني الشارع يطالب بهذه التعديلات رغم المساوئ اللي فيها، في سبيل أن يتحقق جزء من العدالة إن وجدت، رغم أن هؤلاء لا يعرفون معنى العدالة أو معنى خدمة الوطن. كتل صغيرة وأحزاب هامشية أو أحزاب صغيرة تحاول يعني المنافسة في هذه العملية السياسية كما يسمونها لبقائهم والاستمرارهم أمام هذه الكتل، لذلك هذه المطالبات تضرب بمصالح الأحزاب المتنفذة والأحزاب الكبيرة التابعة لإيران أو لغيرها، فلذلك يحصل الخلاف السياسي في هذا المشهد وتدفع باتجاه تعطيل قانون الانتخابات، رغم أنه حتى ثوار تشرين طالبوا بإعادة صياغة أو تنفيذ قانون الأحزاب. وقانون الأحزاب بكل تأكيد يعني إذا طبقوه هم أعرف يعني بهذه الأمور، يعني راح يسأل السؤال الأول في هذا القانون سيكون حول التمويل وبرامج تلك الأحزاب والأنشطة التجارية اللي تمارسها. كل الأحزاب لديها مكاتب اقتصادية تستنفذ خزينة الدولة، تستنفذ أجهزة الدولة، تستنفذ مؤسسات الدولة لصالحها لصالح نشاطاتها. راح يسأل القانون يعني يقدم سؤال عن الذمم المالية، عن هذه الميليشيات تمويلها، سلاحها، سيطرتها، بدعم من،
هذا كله يكون في هذا القانون ويضر في مصالح تلك الأحزاب التي أطبقت سيطرتها على المشهد السياسي العراقي. لذلك تحصل هذه الخلافات لغرض استبعاد الأحزاب الأخرى التي قد لا تكون بحجم الأحزاب الكبيرة وتبعدها عن مشهد المنافسة السياسية، وهذا كله يصب يعني في الضرر على مصلحة المواطن بكل تأكيد، يعني استنفاق لخزينة الدولة ولموارد الدولة لجهات معينة محددة ولأشخاص محددين مقابل ضياع وهدر أموال الشعب. نعم، برأيك أستاذ سعد، ما هي الأدوات التي تستخدمها إيران في عرقلة مثل هذه القوانين؟ كيف تعرقلها على أرض الواقع؟ سيدي العزيز، إيران دفعت منذ البداية، يعني منذ بداية الاحتلال، دفعت بشخوص وأحزاب تربوا في إيران وتحت سيطرة النظام الإيراني، واستخدمتهم بجدية كأوراق لعب مقابل التواجد الأمريكي منذ 2003 حتى اليوم. لذلك تعتمد عليهم بكل تفاصيل المشهد السياسي العراقي. يعني إذا نظرنا للجغرافيا السياسية بالمشهد العراقي بعد 2003 سوف نجد هذه التنظيمات هي التي برزت بشكل قوي رغما عن الوجود الأمريكي أو بالتعاون مع الوجود الأمريكي، فبدأت تفرض سطوتها. ولذلك نرى أن المشهد السياسي العراقي بعد 2003 طغت عليه الطائفية بشكل كبير وتم استبعاد كل ما هو وطني، وهذه لأغراض تحقيق مصلحة إيران بالدرجة الأولى على حساب الشعب العراقي وعلى حساب التراب العراقي عبر استخدام أدوات إيران، وهم معروفين ومتنفذين اليوم ويمسكون بزمام السلطة. تعتمد عليهم إيران بشكل مباشر لتغيير كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الشارع العراقي. نعم. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بيروت الصحفي والكاتب السياسي العراقي سعد دغمان، شكرا جزيلا لك.